الصفحات الأولى النهاردة كانت مختلفة تقريبا، الحدث الكبير خلص، فكل جورنال بيطلع قصصه الخاصة. يعني هنلاقي الأخبار مركزة جدا على الكلام اللي قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة في اجتماعه مع المجموعة الوزارية، وإنه قال للحكومة إن نجاحنا مرهون بمكافحة الفساد، ويطالب برعاية خاصة لمحدود الدخل وتوفير السلع بأسعار مناسبة. في نفس الوقت جورنال الأخبار خد تصريحات خاصة من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، قال لهم فيها إن سيشعر بثمار المؤتمر الاقتصادي خلال شهور. من الأخبار للأهرام، الرئيس برضو نفس العنوان أو نفس الاجتماع، اجتماع الرئيس مع وزراء المجموعة الاقتصادية لمتابعة نتائج المؤتمر ومتابعة تنفيذ مشروعاته. الرئيس يبحث مع الحكومة تنفيذ مشروعات المؤتمر الاقتصادي، وإنه في حالة استنفار واسعة في الوزارات لتسريع الإجراءات، وإن الودائع الخليجية ستصل خلال أيام. وجايبين تصريح من الفريق صدقي صبحي وزير الدفاع، بيقول انه القوات المسلحه ماضيه في استعاده الاستقرار لسيناء، ونعتز بالمواقف الوطنيه لاهل سيناء. من الاهرام والاخبار الى جريده الوطن، الوطن عامله حوار مع مجموعه الشباب اللي كانوا مشاركين في تنظيم المؤتمر، اللي طلعوا مع الرئيس على المنصه وتصوروا سيلفي، وبيقولوا لهم او الشباب بيقولوا لي الوطن ان احنا ما كناش او ما نمناش لمده 3 ايام. لكن المهم في القصه بتاعه الوطن اللي واخداها منشط رئيسي هي قصه الاختين ناردين وساره اللي طلعوا في سيلفي مع الرئيس، والحقيقه رايحين في سكه تانية خالص. قال لك احنا من ساعه ما طلعنا في التلفزيون وتصورنا سيلفي جالنا 4 عروض جواز وثلاث وظائف، والله خير وبركه. المنشط الثاني للوطن بيقول ان في ازمه ما بين الكسب غير مشروع والحكومه بسبب التصالح مع الفاسدين، ومصادر بتقول الوطن الجهاز بيعترض على قانون يلغي محاكمه المتهمين في قضايا الفساد اذا تصالحوا، واعتقد ده كلام بنناقشه من فتره طويله جدا. من الوطن للتحرير، التحرير تقريبا شغاله في الخط ده بقالها فتره، مطارده بقايا السلفيين والاخوان اللي مسيطرين على المساجد والزوايا الصغيره، وبتواجه وزير الاوقاف بمستندات ووثائق تؤكد عكس ما يدعيه الوزير من انه هو مسيطر على المساجد. بتقول الوزير النهارده بالورق وبالاسماء ان في 5000 مسجد مش تحت سيطره حضرتك. 5000 مسجد لوحدهم تحت ايد الجماعه الاسلاميه اللي قاعد قياداتها في قطر وتركيا بيشتموا مصر وبيهددوا بنشر الفكر المتطرف وتفجير اراضيها. وبتقول كمان في تحقيقها التحرير انه وزاره الاوقاف عارفه الحكايه دي، وعارفه ان المساجد اللي بتسيطر عليها الجماعه الاسلاميه موجوده في القاهره والمحافظات، وان الوزاره لم تتخذ ولم تتحرك سوى ان هي حررت محضر واحد فقط لغير ضد قيادي في مسجد الرحمن بالمنيا. وبخلاف ده هم عاملين نفس القصه اللي كنا بنتكلم عنها من شويه بتاعت مواجهه القاضي والقاصر، القصه بتاعت المستشار ناجي شحاته. اليوم السابع فيها حوار بقى من النوع التقيل، حوار اعتقد انه هيشغل مصر مده 3-4 ايام جايه بالتصريحات والخناقه اللي هتحصل على اساسه. حوار اقل ما يقال عنه انه زي كده حوار طلقه، سخن جدا جدا لدرجه انه يولع مناطق كتير جدا. الدكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد بيقول اليوم السابع ان مرشحين البرلمان اللي جاي يباعون في اسواق النخاسه. ادي اول نار. هيبقى الدكتور سيد البدوي دلوقتي في مرمى نيران كل مرشح او اغلب مرشحي الانتخابات اللي جايه، لانه شبههم بالعبيد والجواري اللي بيتباعوا في اسواق النخاسه. نمره 2 بيقول انه المهندس ابراهيم محلب كان متخوف من انسحاب حزب الوفد من الانتخابات، وان احنا بقينا بس علشان خاطر مصلحه البلد. ادي معركه ثانيه مع الحكومه. نمره 3 اتهم حزب المصريين الاحرار بشكل مباشر ان هو بيشتري عدد من مرشحيه. اذا حزب المصريين الاحرار هيرد وهنشوف معركه حلوه قوي. نمرة 3 راح عند واحد بالاسم هو الدكتور عماد جاد، وقال له ان اقل قيادة في حزب الوفد اكبر من عماد جاد ومن امثاله. ادي خناقة حلوة تانية. نمرة 4 صدم كل الناس وقال لهم احنا لازم نعترف وعارفين كويس جدا انه الكتلة بتاعة الوطن المنحل هيكون لها حوالي 80 نائب جوه البرلمان، لكنه ما جاوبش كيف يستطيع حزب منحل انه يحصل على 80 نائب في البرلمان اللي جاي، بينما الاحزاب اللي موجوده مش منحله مش ضامنه ليها 10-15 نائب في البرلمان. في 6 اخبار كده او 4 يعني خلينا نقول 4 اخبار حاططهم اليوم السابع ورا بعض بيعبروا لك قد ايه حاله يعني البؤس اللي احنا عايشينها. الخبر الاول طفل عنده 9 سنين هربان من ليبيا بيتكلم عن ذكرياته مع داعش، بيقول ان احنا كنا اصغر عائد من جحيم ليبيا، بيقول لهم احنا كنا بنكهرب باب البيت علشان خايفين من هجوم داعش علينا. حاجة تانية قصة تقريبا بقت مكررة.
مستشفى خاص زي بتاعت امبارح كده. أم راحت تولد. فالمستشفى الحكومي كتبوا لها الروشتة على كرتونة وما قدروش يسعفوها. فالأب خد مراته وراح وداها مستشفى خاص. معلش ندفع شوية فلوس وإحنا مش قادرين بس هنعالج الست يعني. ماتت. قتلتها الدكتورة. بص بقى المفاجأة. بسبب إهمال طبي وهربت الدكتورة قتلت الأم والجنين. وهربت من باب المستشفى الخلفي ولسه بيدوروا عليها. التالتة توربين جديد. واحد في الأزبكية اغتصب 30 طفل تحت التهديد في المطعم بتاع أبوه. الرابعة اكتشفوا إنه في جزارين في مناطق من محافظة سوهاج بياخدوا المواشي اللي مصابة بالحمى القلعية يذبحوها أو حتى اللي مات منها ويبيعوها للناس في شكل لحوم. ده اللي بيقراه أو ده اللي بيحصل للمصريين النهاردة في الجرايد النهاردة بس. جوه بقى في حاجات تانية أخبار كده من اللي بتسميها مضحكة مبكية، حاجة كده من اللي هي يعني شر البلية ما يضحك زي ما بيقولوا. لما تقراها ما تبقاش عارف أضحك ولا أعيط ولا أخبط دماغي في الحيط ولا أجيب حد يقرصني علشان أتأكد إن أنا مش بحلم. من الأخبار دي خبر منشور في موقع مصراوي عن سقوط منزل في رود الفرج. المنزل وقع، أخبار متكررة بنسمعه كل وقت، خبر بقى عادي جدا بالنسبة للمصريين. المهم مصراوي راح خد تصريح من الأستاذ عصام برهام مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة. اسمع بقى. الأستاذ مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة قال إيه؟ مفيش وفيات ما تقلقوش يا جماعة، مفيش إصابات بسبب سقوط المنزل، وإنه تم إخلاء 10 أسر مجاورة كإجراء وقائي علشان محدش يصاب. ده كلام كويس جدا، تصرف عاقل، محترم، مهني، بروفيشنال. آخر ألاجة. بس بص بقى الحتة اللي جاية دي. برهامي قال انه تم توزيع عدد من المراتب والبطاطين بالاضافه الى 100 جنيه لكل فرد من الاسر المضاره اللي تم نقلهم لاقرب مركز شباب بالتنسيق مع الحي باسم الشرطه. هي ال 100 جنيه دي حضرتك لناس بيتهم وقع تكتشف ممكن تعمل ايه؟ هتفطرهم وتغديهم وتعشيهم وبعدين؟ هتعيشهم اسبوعين وبعدين؟ 100 جنيه لناس بيتها وقع. خد التاني. التاني بيتكلم عن مشكلة من مشاكل التعليم اللي بقت عرض مستمر جدا في بلدنا. اليوم السابع نشرت خبر ان محمود محمد سالم الغول مواطن مصري حرر محضر في اسم شرطة طنطا، اسم شرطة تالي طنطا، اتهم فيه مدرس علم نفس واجتماع انه عذب ابنه نوح وده طالب في ثالثة ثانوي، جلده وقصله شعره بسبب ان ابنه جاب 12 من 20 في امتحان علم النفس والاجتماع وده درس خصوصي بيديه المدرس في بيته لمجموعة من الطلبة. التقرير الطبي اللي موجود معانا صوره منه بيقول ان الدكتور محمد الحسيني ابو اليزيد في مستشفى المنشاوي العام بطنطا بيقول ان الطفل او المبني عليه التقرير الطبي اللي قدام حضراتكم ده اثبت انه حصل له سجحات وكدمات في الظهر من الناحيه اليمين وان هي تستلزم علاج اقل من 21 يوم ما لم تحدث له مضاعفات اخرى. الطالب بيكلم محافظ الغربيه وبيكلم مديريه التربيه والتعليم وبيكلم وزير التعليم بيقول لهم انا عاوز حق ابني. المفاجأة بقى إن النهارده في نفس اليوم دار الإفتاء طبقا لما هو منشور في صفحة 3 من اليوم السابع طلعت فتوى تجرم ضرب المدرسين للتلاميذ. دار الإفتاء لا يجوز ضرب التلاميذ بالمدارس، الرسول لم يضرب شيئا قط بيده والضرب على الصلاة بالسواك فقط كنوع من العتاب. يعني جايبينها لك من كل ناحية، لا تضربه عشان درس ولا تضربه حتى علشان الصلاة. الخبر بقى اللي جاي ده هنقراه بالنص عشان تضحك معايا وعشان لما اقول لك ان الاخوان دول هبلوا وفشلة وانك لازم تصلي كل يوم بالليل ركعتين شكر على انه ربنا خلصك منهم ما تزعلش مني. من ساعة يا عيني المؤتمر الاقتصادي ما نجح والاخوان بيلوشوا ويهبلوا مش عارفين يعملوا ايه ولا يقولوا ايه. وبص يا سيدي الخبر ده منشور مش في حتة تانية، ده منشور في الموقع الرسمي للحرية والعدالة بيقول ايه؟ إن في نشطاء تداولوا صورة تعكس الروح التي تدار بها مصر بعد ثورة 25 يناير في عهد محمد مرسي، وإنه زي هذه الصورة اللي قدام حضراتكم دي بتعكس أو أحد مكتسبات الثورة، وإنه سلف الرئاسة كما أطلق عليه رواد موقع التواصل الاجتماعي ظهر خلاله محمد مرسي وسط الشباب في المسجد باسما بعد صلاة الفجر بجلباب أبيض كشف بساطته، بينما في المقابل
لما السيسي فكر انه ياخد سيلفي خد وسط الفتيات على هامش مؤتمر بيع مصر في صوره تنم او ابرز سماتها التحرش. والله العظيم ده اللي مكتوب بالنص على مواقع الاخوان المسلمين. سيبك من اللي كان موجود على المسرح او المنصه رجاله وبنات، لكن هم عاوزينها فتيات عشان تمشي في سكه التحرش. سيبك من هم ما شرحوش يعني ايه تحرش. سيبك من فكره ان هم مش عاوزين بنات تظهر لانه عيب. خليني بس اسالك سؤال، هو انا لما اروح اخد صوره في قلب الجامع بالجلابيه واطلعها واقول الرئيس المؤمن اللي بيصلي، هتقول انه كان بيتاجر بالدين ولا ده عادي بالنسبه لك؟ بالنسبه لك عادي، هتسميها ان هو الرئيس المؤمن. لكن عندي سؤال صغير، هو ظهور الفتيات دلوقتي على المنصات وحش، لكن ايام ما كانوا بيطلعوا على المنصه بتاعت رابعه بالفيزون ومن غير حجاب وكانوا بيعملوا فرح لمحمد مرسي، كان ليه الاخوان بيعملوا اي فرح وينشروا الصور بهستيريا لاي بنت موجوده على المنصه؟ وجودها على المنصه بتاعت رابعه ما كانش تحرش، وجودها هنا تحرش؟ وجودها على المنصه هنا لا يعكس اي شيء، وجودها على المنصه هنا يعكس ان في رئيس مؤمن وغير مؤمن؟ وبعدين تحرش ايه يا ابو تحرش؟ تحرش ايه يا ابو تحرش؟ انت ناسي الاستاذ صلاح عبد المقصود لما قال لصحفيه بقى تعالى وانا اقول لك فين؟ نسيه لما قال اسئلتك سخنه قوي؟ طب بلاش دي. ناسيين المتحدث الرئاسي بتاعكم كان عامل شغل في الرئاسه او واخد الرئاسه كوبري الاعاقات الغراميه؟ ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه فوق؟ المهم سيبك من الهبل ده، انا بس عرضته مش عشان حاجه، انا عرضته بس عشان اوري لحضرتك والله العظيم ان حضرتك لازم النهارده بعد ما تخلص البرنامج تقوم تتوضا وتصلي ركعتين شكر ان ربنا خلصك من الناس الهبله دي، الناس اللي قادره ان هي تلون الدين على حسب هواها، انه وهم في الحكم عز الجرف تطلع تقول لك ان كل البنات اللي ماشيين بشعرهم في المظاهرات دول عاهرات وبياخدوا فلوس من بره، بينما هم مش في الحكم، كل البنات اللي ماشيه بشعرهم في مظاهرات رابعه بطلات ومناضلات. بعكس بقى الاخبار اللي فاتت، ده خبر من نوعيه من الاخبار اللي تفرحك وتبسطك وتخليك متفائل، خبر بجد هتشوفوا صوره نازله معانا دلوقتي. القس ابراهيم ادوار عازر ده كاهن كنيسه الشهيده دميانه في منطقه المعصره ومقيم بمنطقه المرج. الراجل ده عمل تجمهر لاقباط عزبه النخل، ليه تجمهر؟ انت تسمع تجمهر اقباط معناه ان في مشكله. تسمع تجمهر مسلمين معناه ان في مشكله، لا مفيش هنا مشكله. المره دي مفيش مشكله. هذا القس جمع الاقباط علشان يمنع هدم وازاله مسجد الصالحين في منطقه الشيخ منصور، ركز معايا. منطقه الصالحين فيها مسجد اسمه الشيخ منصور، راحت له قوه امنيه تابعه لوزاره الداخليه علشان تنفذ قرار هدم وازاله بناء على مستندات تم تقديمها بشكل مزور ومدلس. حسب اليوم السابع وموقع فيديو 7 اتنشر خبر ان واحد من الاقباط الموجودين في المنطقه اتقدم بشكوى قال ان الارض اللي موجود عليها المسجد دي بتاعته وقدم ما يثبت ذلك. اتحركت القوى الامنيه علشان تهدم المسجد، لكن هذا القس ومعاه مجموعه من الاقباط في المنطقه رفضوا هدم المسجد واصروا على تحويله لمسجد يؤدي فيه المسلمين شعائرهم بدعم وتبرع من اخوانهم الاقباط اللي موجودين في المنطقه بعد الحصول على موافقه وزاره الاوقاف لبناء المسجد بشكل رسمي. الله عليك. الله عليك يا حبيب ولديك. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ الخبر ده، هذا الخبر، الصور دي الناس اتجمعت وعملوا قعده وصلوا مع بعض والناس وقفوا جنبهم يتفرجوا عليهم وهم بيصلوا ويحموهم وهم بيصلوا وبعدين قعدوا مع بعض وصفوا الخلافات واللي قاد هذه الجوله لتصفيه الخلافات مش واحد مسلم. ده قص مسيحي. الخبر ده حضرتك تبروزه كده وتعلقه علشان الخبر ده بمليون مؤتمر وحده وطنيه ومليون صوره بيطلع فيها شيخ يبوس قسيس قدام الكاميرا. الخبر ده خبر الوحدة الوطنية الحقيقية اللي كلنا عاوزينها. المصري اليوم بقى برضو كمان عملت حاجة كويسة جدا، جولة داخل واحد من اتوبيسات النقل العام اللي انتهى عمرها الافتراضي من 8 سنوات ولكن لسه بتمشي في الطريق. التحقيق ده مهم ليه؟ لانه حضرتك الاتوبيس ده كان المفروض عمره الافتراضي يخلص في 2007 لكنه لسه ماشي بالناس في الشوارع. هنشوف الفيديو اللي عمله مصر اليوم وتعرف احنا بيحصل فينا ايه في الشوارع. حضرتك شايف كده حالة الدشة و شو هي
كله بنشيل من العديم ونحطه ونشغل ونطلع المهم عندنا ايه عايزين ايه عايزين نشتغل معنا عايزين حوافز فبالتالي لازم نشغل عربيات بتعملوا ايه بقى بنشيل قطع غيار من القديم ونصلح ابسط قطع غيار مش موجوده وهو النحاس مش موجود طلبته تطلب قلبي يا ابوي لا مفيش هو بقى هنجيب ان شاء الله هنجيب يا بيت اول سياره مفيش قطع غيار مفيش أنا أكلم أي صنايعي على حاجة مش موجودة في العربية يقول لي مفيش مفيش يروح يجيب لي حاجات من عربية قديمة مركونة ويركب لي أنا في العربية مجرد ما أمشي بيها ما كملش نص فردة وفي العربية تكون متكونة حضرتك الأتوبيس ده صلاحيته منتهية من 7 سنين من 7 سنين وماشي في الشوارع بيمشي من شبرا لإمبابة بيمشي من شبرا لإمبابة بياخدها تقريبا في ساعتين أو ساعة ونص مش هقول حاجة أمور واضحة الدنيا متهالكة وبعدين ممكن الناس تموت بعد شوية لكن اعتبروا هذا التحقيق اللي عملته مصر اليوم بشكل مصور بلاغ للسيد محافظ القاهرة وللسيد وزير النقل وللسادة المسؤولين عن هيئة النقل العام المصريين يستحقوا أفضل من كده بعد الفاصل هيكون معانا يوم الاثنين فقرة القرآن المهجور الصديق والزميل والكاتب والباحث الإسلامي الأستاذ محمد دويك هنعرف في سؤال واحد زي كل مرة إزاي القرآن كرم الإنسان الإنسان اللي بيذبحوه في داعش والإنسان اللي بيأكلوه العيش في عربيات الزبالة بعد الفصل